هل حزب الله يريد رئيس جمهورية الآن أم ينتظر ماذا ستؤول إليه حرب غزة وكيف ستنتهي حرب غزة؟ أنا أعتبر حزب الله يريد رئيس جمهورية الآن قبل غدا، بس ولكن ما رح إذا بدك يتنازل عن عن إذا بدك مواصفات رئيس الجمهورية اللي هو بيشوفها. يعني أنا هي قراءتي، هلا هو يمكن يكون عنده غير قراءة، ولكن أنا بعتقد أنه الثنائي الشيعي خاصة وكل فريقنا بيقول لك أنا بدي رئيس جمهورية بمواصفات معينة، مثل ما الفريق الآخر بده رئيس جمهورية بمواصفات تانية. بتصور الفريق رح سميه فريق، لأنه بيقول لك أنت قلت أنه أنت من فريق، أنا دائما بقول أنا من فريق معين، إذا عملت رئيس بيجي على نص الطريق وراح بكون رئيس لكل اللبناني. أكيد بده رئيس بالمواصفات اللي هو بيشوفها مناسبة وما حيتنازل عنها. طيب بانتظار عم تقلي أنه ما في رئيس إلا ما يصير في تسوية، ماذا لو اقتضت التسوية أن يكون الرئيس غير سليمان فرنجية؟ شو بيكون موقفك؟ عم برجع أقول لك أنا ما رح أنسحب، أنا هيدا اللي يعني كله عم تنسحب. أنا إذا بكرة فريقي بده يلي أنسحب بده يجي يلي أنا ليه، يعني بده يجي يحكي معنا وهذا ما هو. أنا بعرف إنه فريقنا ما حيطلب منا ننسحب، يعني مش إنه إجا صار الدعم وصار كل هذا تيجي بمحل معين يقول لك لا خلصت هون. بس بركي صار هلا وقت اللي بيصير في تسوية بنشوفها قدامنا وبنشوف كيف بنشوف على نبني على الشيء مقتضى. بس ولكن أنا مش شايف الأمور إنه هلا هو المطلوب، مش مطلوب إنه سليمان فرنجية، مطلوب ينسحب سليمان فرنجية تيحرج الحلفاء يروحوا يفتشوا على خيار تاني بالتسوية، ما حنعملها وهيدا ما رح تعملها. لا بس أنا إذا بدي أكتر فصل بالموضوع، يعني حضرتك غير وارد الانسحاب عندك، لا. تاليا إذا حلفائك بدهم يبطلوا يعني كيجوا يقولوا لك هيك بطلوا. لا لك بنحكي مع بعضنا. إيه بس أنا بدي أفترض أنه بركي حلفائك عندهم إحراج معين فيما لو صار في ديل ما حيستحيوا، ما تخاف ما حيستحيوا. اي طبعا بالك ما حيستحي، ما بيستحي، لا اكيد ما بيستحي.